لسه بتعلم قراءة ورد، حافظ القرآن كامل عن غيب. بس الحمد لله بوصي كل واحد مهما كبرت السن تروح تتعلم. كمان هاي رسالة، اطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. 84 سنة ما شاء الله. أيوه 85 هذه. أيوه الحظ أن سهيل شاركت في مصادرة القرآن الكريم هذا العام في الكلية وسمعت القرآن الكريم كاملا. الله أكبر لله الحمد. سبتم يا إخواني أنها كانت تصحح للطالبات بموضوع الخطابة ومواضيعهم. حسيت الحلم اللي كنت بتمناه وانا صغير رجع لي، حسيت حلمي تحقق. لان من زمان انا ناوي اتعلم، ما طلعتش بايدي، مش اساوي الظروف ما حكمتني شيء اتعلم. بس مشان هيك تعلمت الكهرباء وان شاء الله بدي استمر كمان اتعلم. يعني اسا جيت هذا اليوم هنا حفزتني ان اتعلم كمان اكثر واكثر. ضليت اتعلم وين اسمع في كورس اروح اتعلم. مبتدئات متعلمات اروح اتعلم كل شيء، وين في تعليم اروح اتعلم. تعلمت عبران، عربي، انجليزي، رياضيات، كنت متفوقه بالرياضيات، بحب الرياضيات كثير والقواعد العربي بحبها كثير. انا مزبوط نفسي اتعلم وانا صغير، كنت وصلت صف خامس ومرضت امي ما كملتش تعليمي وظلت غصه بقلبي يعني لحد اليوم ليش ما كملتش تعليمي. تعلمت احكام التجويد، اخذت الاجازه، كملت اتقان، اخذت السند، خلصت لسه بتعلم قراءة ورد، حافظ القرآن كامل عن غيب. بس الحمد لله بوصي كل واحد مهما كبرت السن تروح تتعلم. كمان هاي رسالة، اطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. قصدت العلم ومنه نهلت وإلى أسمى الأهداف تطلعت. العلم من المهدي إلى اللحدي بها آمنت وما زلت وسط راع